وقف المحرك ده، بطلها بطلها، وقف المحرك. يا اخي وقف المحرك. الركشه دي لو حقتك، البنزين ده حاجه عام، ده بازار. يا استاذ انت عايز تديني محاضره ولا شنو؟ لا لا لا، ما اقدر اديك محاضره، لكن انت لما تقيف وما محتاج لانك تدورها، وفر لحد ما تجي تدور القرش الابيض لليوم الاسود. يا بني ادم يا مستهلك، انا عندي مشوار. ماشي وين؟ مربع اثنين. مربع اثنين؟ هاي توديني بكم؟ ب 100. 100 شنو؟ 100 جنيه. 100 جنيه لشنو يا اخي؟ ده مشوار ما بيستحق عليه اكثر من 20. 20 شنو؟ جنيه. ال 20 دي تشيلها، تركب فيها، خليها توصلك. جدا توفير اجباري. خليها توصلك. ها بتوصلني؟ خليها توصلك. ما قلت لك بتوصلني.